اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا في زياره لمدينه برادفورد في ويست يوركشاير في شمال انجلترا. طبعا المدينه بيقطنها عدد كبير من ابناء الجاليات المختلفه، خاصه الاسلاميه والعربيه، في جامعه برادفورد. خليكم معايا حتى نستكشف هذه المدينه. هذا اصدقائي هو مركز مدينه برادفورد، النوافير الحلوه هاي. هذا هو مبنى السيتي، هو المبنى البلديه بمثابه الهب تاع هاي المدينه الجميله. هذا هو الشوبينج سنتر تاع مدينة برادفورد، اسمه ذا برودواي. منطقة الفود كورت في الشوبينج سنتر. عندهم جيرمن دونر كباب، يا عيني عليك يا برادفورد. في مطار اسمه ليتس برادفورد، قريب من بلدتي برادفورد وليتس. برادفورد ليتشر فيستيفال. جامع اسمه برادفورد جراند موسك، طبعا احد عدة مساجد موجودة في مدينة برادفورد، وفي كمان مسجد الدوحة. المسجد تم بناؤه بمساهمة من دولة قطر، وتم افتتاحه في سنة 2006. هذه جامعة برادفورد المشهورة العريقة، طبعا هي مشهورة بالصيدلة والهندسة الكيميائية. الجامعة تقريبا عمرها 200 سنة، فيها طلاب أجانب طبعا، 22% من الطلاب اللي فيها هم من مناطق مختلفة من العالم، ومن ضمنها مناطق عربية. برادفورد كوليج طبعا ملاصقة لجامعة برادفورد اللي هناك. فندق جوريز إن. مبنى جميل عبارة عن هول في مسرح